تصوج وعندنا على هنا حبه البسباس اللي مام هنا اللي ما يحبوش البسباس يقدروا يستافدوا من الفوائد تاوعو وكما نقولوا حنا يقدروا ياكلوه بصح ما يفيقوش باللي فيه البسباس الداخل. نعم عندنا لهنا كميه اللحم مفروم ولا الدجاج مفروم كل واحد واش عنده موجود في البيت نضيفوا لهنا حبه البسباس اللي نرابيوها لهنا يعني نسكرفجوها في الخشين هنا ماشي في الرقيق نعرفوا كيذوب كيطيب يذوب وكنا نسكرفجوها في الرقيق يطلق الماء ديالو من الاحسن نسكرفجوها في الخشين ومن بعد واش نديروا لها عندنا لهنا ملعقه تاع لاشابلير هنا حنديروا صوص غوش صافي عندنا ملعقه تاع طماطم مصبره شويه ملح في الكحل ملعقه صغيره تاع العكري ولا حبه شويه حروره ندير لها ملعقه تاع الدرسه ولا تاع الهريسه واش عندنا موجود في البيت نزيدوا لها سنه تاع الثوم وكميه تاع الحشيش عندك حبه تاع البيض نشكلوا لهنا كوريات هذوك الكوريات تاعنا بعد ما نشكلوهم نرمدوهم في الفرينه ونحمروهم بك في شويه تاع الزيت هذاك اللي نحمروا فيها هي راح نخدموا فيها لاصوص ديالنا شدي البنه نعم نحمروا هذوك اللي بولات تاعنا ومن بعد نحوهم فهذيك هذيك لاصوص تاعنا اللي كانت عندنا هي نعاودوا نضيفوا لها واش درنا قال داخل صافي واش نضيفوا لها عندنا ملعقه تاع الدرسه سنه تاع الثوم عندنا حبه تاع البصل مقطع مكعبات انا دائما البصل نقول راح نقطعه مكعبات خير يلبي المرقه وما يطلقش هذاك المروره ديالو نضيفوا لها التوابل عندك ملح فلفل الكحل شويه تاع العكري ملعقه طماطم مصبره نقليو كلش مليح نضيفوا لها الحميصه لهنا خاطر الحميصه تاعنا ماهيش طايبه ومن بعد نمرقوا نخلوها طيب نبدا نخلو لهنايا هذيك البصل تاعنا يبدا يتبان كلش نعاودوا نضيفوا هذيك الكوريات تاعنا هذيك الكوريات تاعنا بدو غير تحمي رابك من الفوق صافي راح يزيدوا يطيبوا لداخل لاصوص دي شغل دولما بعد ما يطيبوا لنا بيان سور نديروا لهم كميه تاع الحشيش من الفوق شهيتنا شاف نديم لا ما الحشيش الاخر يغطي كاع ريحه تاع البسباس ما يحبوش البسباس يقدروا ياكلوه عادي ويستافدوا من الفوائد تاعو